راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة في اليوم التالي لستة أبريل، إلى أي حد كانت المسيرات ناجحة؟ أزان المغرب كان الناس فترة جميع السوار فطروا في المنطقة بتاعت خور أبو عنجة. خور أبو عنجة هو الاتجاه الغربي للمبنى بتاع البرلمان. وعمال السكة حديد بعبرة يحسون بالاستهداف بسبب قطار عبرة الداعم للثورة. تحس إنه السكة حديد مقصودة في جنوب في قطارة بتاع الثورة قومته. ولماذا استهداف المستشفيات والكادر الطبي من قبل الشرطة وبقية القوات والميليشيات؟ المصاب ده ممكن يكون أخوك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون بيتك، ممكن يكون قريبك، ممكن يكون قريتك، يعني أصلا أنت ما فكرت بعدين لأن هذا الشهر العظيم. هذا إضافة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ولكننا سنستهل بعرض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا. استشهاد الطيب عبد الوهاب رميا برصاص القوات الأمنية المشتركة وإصابة 68 متظاهرا بينهم 6 إصابات بالرصاص الحي في مليونية 6 أبريل في الخرطوم. إصابة 22 متظاهرا بسلاح الخرطوش خلال مليونية الأربعاء بالخرطوم و5 حالة إصابة أخرى بالخرطوش في مدينة وتمدني. شرطة ولاية الخرطوم تنفي صلتها باستشهاد الطيب عبد الوهاب بشرق النيل وتؤكد عدم استخدامها للرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين. شرطة ولاية الخرطوم تعلن القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة داخل المواكب بمنطقة أم درمان وآخر يحمل مسدسا بالخرطوم بحري. المكتب الموحد لأطباء السودان يدين اقتحام القوات الأمنية المشتركة للمستشفيات وإطلاقها للبمبان داخل مستشفى 40 بأم درمان والجودة بالخرطوم. إقلاق طوارئ مستشفى شرق النيل بعد اعتداء القوات الأمنية المشتركة على الأطباء والكوادر الطبية والصحية داخل المستشفى. المحكمة تبرئ 13 من رموز النظام البائد على رأسهم إبراهيم غندور وأنس عمر إضافة إلى رئيس حزب دولة القانون محمد الجزولي وتأمر بإطلاق سراحهم فورا. وقفات وإقلاق واعتصامات لعمال السكة حديد بمدينة عطبرة احتجاجا على تأخر صرف المرتبات بولاية نهر النيل. اعتقال 6 متظاهرين بينهم 3 فتيات في بورت سودان والقوات الأمنية تنهب المشاركين في مواكب ولاية البحر الأحمر. الأجهزة الأمنية بمدينة القضارب تنفذ حملة تفتيش واسعة النطاق على الطرقات والمواصلات الداخلية بعد مواكب ليلية بمدينة القضارب. عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني يدعو للوحدة ويقترح الشروع الفوري في تكوين مركز واحد عبر جسم تنسيقي بقيادة سياسية موحدة. حزب الأمة يدعو للتوافق والعمل المشترك والتعاون مع الوساطة الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي والقوات المسلحة لإعادة ترتيب المسار الانتقالي والتوافق على ترتيبات دستورية وبرنامج انتقالي واقعي. أمريكا ترحب ببدء محاكمة علي كوشيف في لاهاي وتقول أنها ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الفظايع في السودان. وزارة الطاقة تعلن ضخ كميات من الوقود والغاز بالعاصمة وولاية الجزيرة تؤكد وصول 950 طن غاز تبيخ للولاية. نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من شمال البلاد وأمطار خفيفة متفرقة في أجزاء من أقصى الشرق وجنوب ولاية النيل الأزرق مع طقس صافي ومشمس في كل من بورت سودان والأبيض والجنينة وبابا نوسة. شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق والزميل محمد موسى حريكا. في زاوية اليوم هيدور التعليق حول الخبر الآتي. الخبر بيقول أبلغت الحكومة السودانية مجلس الأمن رفضها لتقرير بعثة الأمم المتحدة، وده طبعا تصعيد جديد، والتقرير المعني هو التقرير اللي قدمه
رئيس بعثة الأمم المتحدة في 28 مارس عن الأوضاع في السودان. هذا الخبر طبعا كله بيرتبط بتنمر البرهان قائد الجيش على البعثة الأممية برئاسة الألماني فوكلر في الأسبوع الماضي، وصرح بعبارة واضحة جدا وهو مخاطب فوكلر: حنطردك. هذه العبارة طبعا بتعيد الناس إلى محطة البركاوي وتحت جزمتي وما بنسلمهم كديس، اللغة الفجة اللي كانت دائرة على مدى 30 عاما، وهي اللي كانت بتشكل علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي. في النظر إلى هذه المشكلة في سبب مباشر، طبعا السبب المباشر هو التقرير اللي قدمه فوكلر لمجلس الأمن في 28 مارس الماضي كما ذكرت، واتسم بشفافية غصفة لأنه كشف قتل وترويع واغتصاب للمدنيين في داخل الخرطوم في تلك المسيرات اللي هي مسيرات المقاومة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وحمل المكون العسكري إعاقة الجهود في الوصول لدولة مدنية وانتخابات ديمقراطية. ده السبب المباشر طبعا، أما هنالك أسباب جذرية أخرى غير مباشرة. إذا عرفنا أن بعثة الأمم المتحدة جاءت بقرار لمجلس الأمن في يونيو 2020، القرار كان رقم 2524. المكون العسكري أصلا كان رافض تماما وبصورة مبدئية لهذا القرار ولهذه البعثة، وحصلت إشكاليات ما بينه وما بين حمدوك في تلك الفترة، وأصبح بتنازل تدريجيا من موقفه، وأخيرا اتسم موقفه بشخصنة من يقود هذه البعثة. انصبت صراع حول رفض المكون العسكري لغياث البعثة من طرف الفرنسي جان كريستوفر، وده كان نائب لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي وبيمتاز بعلاقات طيبة جدا مع السودان، وكان أيضا في ذات الوقت بيحظى برضا حمدوك. الصين وروسيا وطبعا دي لهم قيمة بتاعت فيتو في مجلس الأمن، كانوا واقفين إلى جانب المكون العسكري، وأخيرا انتهت التسوية بقبول المكون العسكري بالألماني فوكلر اللي هو كان أصلا يشغل نائب رئيس البعثة في سوريا. يعني روسيا، الصين، السودان، تماما جميعا اتفقوا على أن فوكلر موضوع النزاع الحاصل الآن أنه هو يكون رئيس البعثة. بدأت البعثة طبعا على مدى السنتين تقريبا الماضيتين، وكل تحركات تقريبا البرهان شخصيا كان غير راضي عن ذلك البعثة، وده بنشهده في المقابلات الباردة من طرف البرهان لفوكلر كل ما اجتمع به في تلك القاعة في القصر الرئاسي. انقلاب 25 من أكتوبر هو أشعل الفتيل بتاع الصراع مرة أخرى، خاصة أن البعثة الدولية اعتبرت ما حدث انقلاب وليس تصحيح مسار زي ما كان بيذكر البرهان. وكانت البعثة بترى أنه في هذا الانقلاب أو ترى هذا الانقلاب خروج كامل على المواثيق اللي أبرمت ما بين المكونين العسكري والمدني. في يناير الماضي وفي ذات السياق سيرت مجموعات، هذه المجموعات ذات علاقة وثيقة بالمكون العسكري والنظام السابق وهي تعتبر من الداعمين له، سيروا مسيرة احتياجية ووقفت أمام مقر البعثة الدولية بالخرطوم، وكان هنالك مهرجان خطابي ولافتات تقول تسقط الأمم المتحدة هكذا. وكان تعامل الحكومة السودانية أو الجهات الأمنية مع هذه المظاهرة من هذه المواقف الاحتجاجية كان طبعا نقيض لما يجري من مواجهات مع الثوار في شوارع الخرطوم هذه الأيام. يعني كان هنالك رضا واضح جدا في هذه المسيرة اللي بتطالب برحيل بعثة الأمم المتحدة اليونانيتس. طيب الآن وبعد ما أمس السودان يعني أبلغ الحكومة السودانية مجلس الأمن رفضه لقرار هذه البعثة، نحن الآن بنقيف على شفا مرحلة جديدة، والسؤال بيكون هل يستطيع البرهان طرد فوكلر كما ذكر؟ في الواقع البند السادس ده وفي أروقة الأمم المتحدة المراقبين بيسموه البند 6.5 6.5، يعني ده بيمهد مباشرة للدخول في شنو؟ في البند السابع اللي هو التدخل العسكري، وده معروف التداعيات بتاعته وبيصل بالأمور إلى حد قد لا يراه البرهان في هذه اللحظة. طبعا جرت محاولات مع البرهان واجتمع بفوكلر لامتصاص ردود الفعل، وده كان قبل الخطاب أو الرسالة اللي رسلتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا أمس.
يعني بعد التنمر اجتمع بفوكلر عشان يمتصر ردود الفعل، وطلب منه أنه تكون البعثة على مسافة واحدة من الطرفين اللي هما العسكري والمدني. بمعنى آخر وبلغتنا العامية، أن طلب من البعثة أن تسير جانب الحيطة، وده طبعا معناها تتخلى عن مهمتها الأساسية في نقل البلاد إلى حكم مدني. والأمور الآن تتسارع باتجاه أن نقفز من البند 6.5 إلى ما يليه من بنود وإشكاليات حتغرق فيها البلاد في صراع جديد ومتجدد مع الأسرة الدولية. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. بعد يوم واحد من مليونيات أمس 6 أبريل التي علق عليها الثوار آمالا عراض، كيف ينظر الشباب في شارع لمسيرات الأمس؟ معنا في هذه الجولة شاب من الخرطوم وشاب من أم درمان للتعليق على ما حدث أمس. في بداية الساعة 4 طوالي بدأ الموقف وتحركنا على شارع المطار إلى أن وصلنا، وكان حشد كبير جدا جدا في شارع المطار جاي من الاتجاهات الجنوبية للخرطوم، وثوار الجريف أيضا وثوار الديم. كانت المليونية كبيرة وحاشدة، يعني بمختلف الفئات، شباب وشيب ورجال ونساء. حقيقة كانت مليونية كبيرة جدا جدا. رغم ذلك طبعا حاولت القوات الأمنية مرة ثانية قمع السوار، ضرب إطلاق البومبان بكثافة على السوار والسائرات، ويعني ضربهم بلا هواتة. يعني قبل دقائق من المغرب حاولوا يضربوا بمبان كثيف جدا جدا وتشتيت الناس، لكن مع ده صمت الصبار ورجعوا مرة أخرى. يعني للأسف الشديد يعني انتهاكاتهم حتى طالت سوار الجريف، سوار الحاج يوسف، سوار أم درمان، وتوفى طبعا شهيد في شرق النيل للأسف. لكن أنا بقول إنه الثورة ماضية في طريقها، والثوار ماشيين في طريقهم، ولا رجع للوراء مهما عملت السلطات الإنقلابية. نحن حنواصل في مشوارنا إلى أن يسقط الإنقلاب العسكري مهما فعلوا، وإلا يقتلوا الشعب السوداني كله. مواكب كبيرة جدا طلعت وفي درجة حرارة عالية والدنيا صيام وفي قمع. أول ما وصلت المواكب بدأت تصل المواكب محيط البرلمان، كان في قمع كبير جدا، في ضرب بالرصاص، في ضرب بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وصلت المواكب وبدأت تصل المواكب لحد الساعة 4، مواكب أم درمان القديمة وأم درمان غرب وشمال و مواكب كرري. صراحة مواكب كانت كبيرة جدا، وعدد الناس والمشاركين في مليونية 6 أبريل العدد كبير جدا مقارنة بالمليونيات الفاتت، نسبة لأنه مكانة 6 أبريل لدى الثوار، و يعني تزامنت أيضا 6 أبريل مع 6 أبريل اللي تمت فيها يعني سقوط حكومة البشير اللي هي كانت بادرة لأنه يكون في احتصام في القيادة العامة. الثوار كانوا بيأملوا في أنه يكون في احتصام وبيأملوا يكون في تغيير جذري، رغم أنه يعني المواكب كبيرة جدا، لكن كالعادة لقوا الضرب بالرصاص والرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع كان سبب رئيسي لأنه الناس ما تقدر تعمل احتصام. لكن الناس وصلت محيط البرلمان، وأذان المغرب كان الناس فطرت جميع السوار، فطروا في المنطقة بتاعت خور أبو عنجة. خور أبو عنجة هو الاتجاه الغربي للمبنى بتاع البرلمان. في أثناء الفطور القوات الأمنية بدأت تضرب السوار بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص، يعني في أثناء الفطور. بعد الفطور مباشرة اتفاجأنا بأنه كان في كمين كبير جدا، لأنه الوقت ظلام جدا. نحن علما بأنه المواكب، رغم أنه المواكب امبارح في أم درمان مواكب 6 أبريل كانت كبيرة جدا، إلا أنه
يعني نسبة، لأنه بعد الإفطار مباشرة الوضع كان شوية صعب، نسبة لأنه الواطة ظلام يعني، وعارفين بأنه في الظلام أغلبية السوار بينسحبوا على أساس أنه ما بتقدر تعرف أنت منو اللي قدامك. فعلى أساس الحاجة دي تمت يعني بلغة السوار بيقولوا صندوق، يعني صندوق السوار من الناحية الغربية برضو لأخور أبو عنجة، فبيقول القوات الأمنية من الاتجاه الغربي والاتجاه الشرقي، فبقى في ضرب بالقنابل الصوتية والرصاص الحي بطريقة عشوائية جدا. الناس انسحبت وجات شارع الأربعين مرة تانية، وفي شارع الأربعين بالضبط كده في منطقة مستشفى الأربعين التخصصي، السوار قعدوا فترة كبيرة جدا هناك، هتفوا ووصلوا أصواتهم، وبعد كده تم برضو ضرب الثوار بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. لكن بصورة عامة المواكب كانت كبيرة جدا، يعني أكبر المواكب يعني الكبيرة جدا كانت في أم درمان، يعني وصلوا مرحلة إنه في شارع الأربعين في أثناء تجمع المواكب إنه ما في مساحة فاضية في الأرض. يعني كلنا شفنا الحاجة دي وشفنا الفيديوهات حتى المنتشرة على السوشيال ميديا، عارفين قدر شنو إنه مواكب 6 أبريل كانت كبيرة جدا، مواكب 6 أبريل كانت عظيمة جدا. والحاجة دي ما بس على أساس إنه 6 أبريل تزامنت مع التاريخ المميز ل6 أبريل، لكن بحث الثوار والسودانيين عن حقهم في إنه تكون في حياة كريمة، إنه تكون في يعني يوم مميز الناس تتساوى فيه في الحق والواجبات، في إنه تكون في حكومة مدنية تشبه أحلام وتطلعات الشعب السوداني. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. عاملو سكة حديد عبر يعانون من التأخير المتكرر في استلام رواتبهم ووصول التأخير إلى ما بعد منتصف الشهر، أي أكثر من أسبوعين كل مرة. يقول البعض إنهم مستهدفون بسبب تسيير قطار عطبرة الداعم للثورة. الزميل أمير رمضان تحدث الاثنين من قادة العاملين وأعد لنا هذه المادة. سيد عبد الظاهر، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أخوانا الحقيقة دي تكررت، يعني المسألة دي تكررت كثير، يعني دي الشهر الرابع نحن زي كأنه سكة حديد مقصودة، يعني كل شهر الآن بقت مرتباتنا تجي بعد 17-18 يوم، يعني تكررت كثير. ونحن من دورنا ما عندنا طريقة غير إنه خيارات إنه نحن نعمل نترس على أساس إنه يسمعوا صوتنا، وصوتنا يتكرر يعني كثير. يعني أول ما نحن نترس طوال مرتبات دي بيجينا، يعني ليه نحن نكون نحن عندنا أولاد، نحن عندنا مع أولاد وعندنا أبناء في المدرسة، ما ممكن دارين ناكل في ظل الوقت الظرف الآن الحالي الصعب شديد. انتوا عارفين مرتباتنا بقت تجي يوم 17 يوم 18 تصل ليوم 20، ما ممكن مرتبات كان بتجي يوم 30 بقت تجي يوم في الشهر قريب للشهر الغادي، يعني ده شيء ما مقبول. ونحن من أجله قمنا بالعملية دي على أساس انه حقوق عندنا، مطالب عندنا حقوق أبد تجينا متراكمة. ليه يعني نحن زي كانون مقصودين، السكة حديث زي كانها بقت مقصودة، يعني ما ممكن نحن ده من أجله نحن قمنا بالدعم. جونا ناس جهاز الأمن، جونا وجونا ناس الاحتياطي، ورونا وفهمناهم المسألة دي وقال من حقكم، وفعلا خلونا. ولما نحن أغنعناهم بكلامنا ده راحوا وخلونا، أغنعناهم وراحوا. والله الآن نحن موجودين قاعدين مترسين، وجهاز الأمن والناس الاحتياط المركزي والناي كلهم فاهمين شنو، والله راحوا خلونا نحن نتكلم قاعدين، ولا عندنا قصد سياسي ولا عندنا شغل سياسي، عندنا مطالب دارينها تجينا نحن، ما عندنا مشكلة، لكن ما تتكرر طوالي كل شهر تجينا أول بأول شهري يوم 30 مرتباتنا تجي عشان تجي، ما عندنا تاني حاجة مرتب. أنا خالد محمد الحسن، اللجنة التسييرية لعمال الحركة والنقل، المحطة عطبرة. أول شيء نحن نكرر المشاكل بتاع صرف المرتبات والحقوق متداولة من شهر 1 و2 و3، وده إسه حاليا ده الشهر الرابع، فرق مرتب واحد فرق مرتب اثنين برضو ما في حاجة. يعني الحاجة بقت زي تحس إنه سكة حديد مقصودة في جنوب في قطارة بتاع الثورة اللي قومته، عشان كده بقت وزارة المالية معاكسات، وزارة النقل معاكسات، وده الحاصل. يعني زنب العمال إنه سيروا قطر للاعتصام،
ده الذنب بس على المخدون وعمال السكة حديد. نحن ما شايفين حاجة غير كده. حتى البوابير المفروض تجد كان إسعافية للسكة حديد عشان تشتغل برضو وجدت معاكسات ما بعدها معاكسات لما استدت القصة الأول. لذلك نحن ناشد إنه الناس عاين للسكة حديد تديها الاعتبار هي الناقل الوطني الأول. الناقل الوطني الأول رخيص الزمن الأمان بيوفر. ويتمنى من كل السودانيين يقفوا ورا السكة حديد لحين نهضتها. شكرا. خالد محمد حسن تسيريا. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو. المستشفيات أماكن مقدسة تنقذ الأرواح وتعالج المرضى والجرحى، ومع ذلك يتم استهداف المستشفيات والكادر الطبي العامل فيها من قبل الجيش والبوليس والأمن والقوى الكثيرة الحاملة للسلاح الآن. حول خلفيات هذه الظاهرة والأسباب المحتملة تحدث زميل الصادق زكريا للدكتور سيد قنات وسأله رأيه حول هذا الموضوع. المظاهرات والاحتجاجات حق شرعي وطبيعي وموجود في كل القوانين والدساتير الوضعية والحرية. دي هي ربنا خلق الناس أحرار. الخلاف لأنه نحن الشعب السوداني هو يتوق لهذه الحرية عبر السلمية بتاعت والشعارة بتاعت الحراك الثوري هي حرية سلام وعدالة ثورة خيار الشعب. والشعب هو المفروض هو البقر، ما بيقرر أي جهة تانية كان إذا كان عسكر أو حتى الأحزاب. منظومة الحزبية بتأتي عن طريق الشعب السوداني، ما بتأتي عن طريق أحادية الآراء والأفكار. المظاهرات قوبلت بقمع يعني من 25 أكتوبر وحتى مساء أمس يعني بعنف. الشعب السوداني ما متخيل. وانت نحن نرجع لكلمة المرحوم الطيب صالح من أين أتى هؤلاء. لأن العنف يعني كأنه في حق بين من يحمل السلاح وبين المواطنين العزل والشباب والغض. في حاجة كده يعني أنت مهما كان إذا أنت عاوز في مظاهرة عاوز تفرقة في أسس معروفة ومعلومة وبالقانون. يعني حاجة من الشعب السوداني مدرك زمان أنه القانون هو بيكون في وكيل النيابة في قاضي في مظاهرة وغيره وغيره. لا يتم إطلاق نعم طلقة واحدة إلا بأمر من القاضي، بأمر القاضي في لحظات محددة. يعني يمكن الوكيل النيابة اللي يكون مع المظاهر هو اللي بيدي التعليمات. وأي وضع القاضي والضباط ينصاعوا لأمر. لكن الحاجة الواضحة نحن ما عارفين بالضبط البيضر التعليمات منه. والحصل يعني أنا أقول لك الشيرة منقورة. يعني حصلت قدامك الناس بتضربوا بالمستشفيات تعجب الشهداء والمصابين. امبارح مستشفى الأربعين فيها أكثر من 30 مصاب، 3 رصاص حي والبقية الرشاش اللي هو زمان نحن الخرطوش الخرطوش اللي بتقول كلاب. يعني حتى احنا وصلنا الخرطوش يعني الخرطوش دي البلت اللي هي الرزق. يعني أصلا دي يعني وصلنا لمستوى أنه البني آدم في السودان هو أرخ حاجة موجودة في السودان. وده سبب شنو؟ أنه القائمين على أمر السلطة أو أمر الدولة بغض النظر هم مناس هم كل واحد من كلها. يعني نحن ما نعتبر الدولة على قمتها نقول البرهان هو المسؤول أمام الشعب وأمام الله سبحانه وتعالى عن بيحصل في البلد. بغض النظر نقول والله في طرف ثالث ولا في طرف رابع ولا في طرف خامس ولا غيره. انت ما دام انت المسؤول الاول انت المسؤول امام الله وامام الشعب عن اللي بيحصل فيه سلما او ضررا. تمام دكتور. النظره بتاعت القوات للمستشفيات انا يعني حاجه كده ما بقدر افهم ليه نظرتهم. يعني نظره فيها حب وفيها كراهيه وفيها. هل لانه الاطباء هم قايدين الركب ضد الانظمه القمعيه ولا هل في حاجة حقد دين ضد هذه المستشفيات يعتبر أنه الأطباء بديل ذكريهم وذكريهم ده صوتيته ولازم هم يذلون ولا حاجة زي دي. المواطن السوداني بيجي للمستشفى في ظروف المرضية فما بالك إذا في ظروف قاهرة اللي هي مصاب وداري يتعالج تقدم له العلاج. أنت بالقانون كرجل أمن أو نظامي يفترض لو لقيت لك أي مواطن واقع في الشارع مفروض تزعيه لأقرب مستشفى.
مش انت تعمله وتمنع منه الاسعاف، بل تقتحم المستشفيات بالبومبان بالقنابل الصوتيه بالقنابل بالرصاص المطاطي. ما في دي اسال حاصل على الواحد بالقتال. المصاب ده ممكن يكون اخوك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون بيتك، ممكن يكون قريبك، ممكن يكون خيرتك. يعني اصلا انت ما فكرت بعدين ان احنا في الشهر العظيم، يعني شهر رمضان الذي ينزل فيه القران هدى للناس وبينات من هدى الفقراء، معقول انت في رمضان اذا كنت صايم او ما صايم دي حاجه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن هل يعقل انك انت مواطن عادي شباب يفقع بسلاحنا الوحيد انه الكلمه ما اكثر من كده، انت تقابلهم بقنابل صوتيه ببومبان وبعدين انت حتى الضرب بتاعك ده ضرب عشوائي، انه حكايه عظيمة. يعني ما ممكن انت عشان تستضرب الشخص في البطن او في الصدر او في الفخذ ده معناته انت عاوز تشوت تكل. اذا اصلا انت عاوز تفرق المظاهره في اسلوب اساليب كثيره جدا قانونيه ومتعارف عليها في السودان معروفه قبل كده طبقت اطلاقا، يعني كانت اطلاق الرصاص الحي تجاه المظاهرين يمكن في 25 اكتوبر لحد الليله فاق حد الوصف، اطلاق البومبان فاق حد الوصف، يعني اصلا بعدين حتى واقتحام المستشفيات فاق حد الوصف وحتى اقتحام ما حصل. يعني دي انت مهما كان انت تدافع عن المستشفى وتدافع عن المواطن الشرطه في خدمه الشعب، ده الهدف بتاع الاساس الواجب بتاعك، لكن لما انت تبدا تشيل السلاح وتضرب المواطن وتقتحم الاماكن الامنه يمكن نحن ما القدسيه بتاعتها بتخليك انت تحميها، انت بعد ذاك تجد تحتلها او تخش فيها او يعني تحاول حتى يمكن قبل 3-4 اسابيع حكايه الاسعاف اللي نزلوا منه المصاب ما حصلت دي. انا ما حتى اليهود ما بيعاملوا المواطنين العزل بالشكل ده، فما بالك دي الناس مسلمين نقول مسلمين سودانيين في شهر رمضان المعظم قاعد تعمل حاجه زي دي، يعني لا يقبل العقل ولا يقبل المنطق ولا تقبل لا 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 الشريعه الصحيحه. سمع دكتور، ما ممكن يعني انت جاي دكتور يعني لانه الزمن سرقنا. يعني في الختام رساله لكل المسؤولين ولكل اللي بينفذوا الاوامر الخاصه باقتحام المستشفيات والمرافق الصحيه، يعني رسالتك لهم كلهم شنو من موقعك انت كادر من الكوادر الصحيه اللي عندك رساله ورسالتك دي مفترض تعديها حتى في ظروف الحرب، بدوك مساحه انك تعدي رسالتك الانسانيه الساميه، فحس انت رسالتك لهم شنو؟ والله شوف نحن الرساله تكون مباشره اللي هو على ولي الامر، ولي الامر اللي على قمه السلطه اللي في السودان هو الفريق البرهان، والبرهان جاءت السلطه بحكم التراتيجيه العسكريه وليس بحكم اختيار الشعب له، وهو دي امانه استلمها ومفروض يحافظ عليها، لكن لسه في الوقت الحاضر ده الان هو ما حافظ عليها اطلاقا بل فرط فيها. والوضع الليله هو بيتكلم عن انه تصحيح المسار، انا بتمنى احنا يعني من 15 اكتوبر لحد الليله الوضع ماشي يتجه الى اسوء يوميا، تدهور اذا من ناحيه اقتصاديه اذا من ناحيه امنيه اذا من ناحيه معيشيه، اي حاجه تفكر فيها المواطن السوداني بحس بانه هو ماشي يتجه الى اسوء. برهان الحكايه دي اذا هي اصلا غلبته انا بعتبر هو غلبته وبقى وصل لفريق مسدود ينادي كل الشركاء الموجودين الوطنيين الخلط الميامين يقعد معاهم، مش هو يفرض رايه بقوه البندقيه وحد السيف حد السلاح وانه انا ما بسلم الا بعد تتفقوا. الاتفاق واجب لكن بعد البرهان فرط في امن الوطن وفرط في سلامته، ودي الحكايه ان الرساله الممكن هو اذا تنازل من علياء وقاعه يوده، ونقول له في النهايه لو دامت لك لو دامت لغيرك لما اعلت لك، قطعا اذا من ليل بكره شمس الحريه لن تغيب وتشرق غدا، والبرهان المصير القبال والناس اللي قبله لاقوه برضو منتظره شاء من شاء وابى من ابى، والزمن كثير بكل شيء ان شاء الله. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.